عسكري طفل عتيمة. اهتمام اعلامي وجماهيري. محمد الفخير كان يدرك صعوبة عد الهدف الاول الذي سجله حسن أشلة في الدقيقة 12، الهدف الثاني كما نشاهد شز عادل لطفي في الدقيقة 78 ليضيف هدفا اخر. دقيقة واحدة بعد يوسف القديوي وبعد تمريرة جيدة يسجل الهدف الرابع. مباراة يعود نفس اللاعب يوسف القديوي لتسجيل الهدف الخامس، وبهذه النتيجة ارتقى فريق الجيش الملكي إلى المركز الثاني إلى جانب فريق الجمعية السلوية والمغرب التيتوي. لثاني مرة في اتجاه هادي سراج خروج خاطئ للحارس، الكرة يستغل وجواد بعودة الذي يسكن الكرة في الشباك لتعم بالتالي الفتح في الجنبات معليه بعدما شاهد بأم عينيه ماذا فعل الفتى الزئبقي القديوي بدفاع فريقه، وهدف ولا أجمل لفريق الجماكي الذي ظل يؤمن بأن الفوز محقق. الإفريقي إتروفوزا في هذه المباراة التي جمعت اليوم بفريق أترو أتلتيكا الأنجولي بالهدف الأول، وبالقصة أضاف الهدف الثاني في الجولة. لاعب الجيش الملكي صفة الأبطال بعد فوز ساحق على دولفينز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. الخلاع السراج ثانية وهو يحرز هدفا تاريخيا في مرمى دولفينز. الأركز من أجدو الذي أهدى كرة جميلة لأرجاوي. الملكي وبحري في اول كرة وهدف. الكوكب المربشي الذي يعاني من أزمة نتائج حيث لازم الفريق لم في الكوبا
معنا هنا غادي نحاولوا نبينوا للدول العربية فريق الجيش الملكي يعني بين قوسين ما كنسبقش الاحداث. فبين قوسين يمكن نقول لك بانه فريق الجيش الملكي كيدق ناقوس الخط. We're gonna make it.